بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الريكومبوزيشن سكيبس از ماتش از بوسيبل، يعني بتتخطى على قد ما تقدر كل مكان متاح. وين بورشنز اوف يور يو اي ار انفاليد، لما بيبقى فيه اجزاء من اليو اي غير صالحة، الكومبوز داز اتس بيست، تعمل افضل ما عندها عشان تعمل ريكومبوز just the portions، لمجرد الأجزاء that need to be updated، اللي هي محتاجة تتحدث فقط. This means it may skip to rerun a single button's composable without executing، من غير ما تنفذ أي composable above or below it in the UI tree، فوقيه أو تحتيه في ال UI tree اللي أنت مكريتها. كل composable function أو lambda might recompose by itself، تعمل recompose بنفسها. ده مثال ان بيظهر لك demonstrates how ازاي recomposition يقدر يسكيب ال elements العناصر اول لما يحصل rendering لل list. هنا displaying list بيعرض لستة من الاسماء، user can click with a header، ادي function سماها name picker، بيبصلها النيمز والهيدر وان نيم كليكت، وادي كولوم. ذيس ويل ريكومبوز، هيحصل الكلام ده ريكومبوز اول لما الهيدر ده اللي انت هتبصيه يتغير، فهيحصل ريكومبوز للكلام ده. بات نوت وين نيمز تشينجز، لو الاسامي اتغيرت مش هيحصل ريكومبوز. حلو، عشان هنا استخدم الهيدر فالانبوت اللي هو داخل له اتغير، فبالتالي هيعمل ريكومبوز حسب الانبوت المختلف اللي هو داخله. وبعد كده عامل ديفايدر، وبعد كده ليزي كولون از كومبوز فيرجن، هو الكومبوز فيرجن من الريسايكلر فيو، يعني ليزي كولون ده مكافئ للريسايكلر فيو اللي كنا بنستخدمه في اللاي اوت. طيب اللامدا باسد تو، بتتباص للايتمز، السيميلر مشابهة للريسايكلر فيو دوت فيو هولدر اللي كنا بنستخدمها في الادابتر. حلو، وادي الليزي كولوم ايتمز نيمز نيم، ده اللامدا سميتها نيم، كل ما الايتم نيم ابديت الادابتر فور ذات ايتم ويل ريكومبوز، هيحصل له ريكومبوز. ذيس ويل نوت ريكومبوز وين هيدر تشينج، بس ده مش هيحصل له ريكومبوز لما الهيدر يتغير. لما الهيدر يتغير ده اللي هيحصل له ريكومبوز، بس ده الشباك كومبوز بتعمل كده. طب لما النيمز تتغير ده اللي هيحصل له ايه؟ ريكومبوز. فدي فايده او من مزايا الجيت باك كومبوز. هنا الانبوت اختلف بتاع النيم، هيعمل ريكومبوز للجزء ده بس ملوش دعوه بالباقي. هنا الهيدر اتغير، هيعمل ريكومبوز للكلام ده ملوش دعوه بالباقي. حلو كده، هنا بيدسبلاي سنجل نيم اليوزر كان كليك. Each of these scopes، كل من السكوبس دي might be the only thing to execute during a recomposition. الكومبوز might skip to the column، ممكن يتخطى الكولومن لامدا من غير ما يكسكيوت اي حاجه من البيرنتس بتاعتها اول لما الهيدر يتغير. And when executing the column، الكومبوز ممكن يختار ان هو يسكيب الليزي كولومن items العناصر كلها لو النيم didn't change، ما اتغيرش. حلو، again تاني executing all composable function او اللامداز should be side effect free، لازم تبقى خاليه من الاثار الجانبيه. when you need to perform a side effect trigger it، اعمل لها trigger من خلال الكول باك زي ما قلنا. طيب Recomposition is optimistic. A recomposition starts whenever compose thinks that the parameter of a composable might have changed. يعني recomposition بيحصل أول لما البارامتر أو الانبوت اللي داخله مختلف أو بيتغير. Recomposition is optimistic which means معناه إن الكومبوز expects to finish recomposition، من المتوقع إن هو يخلص الريكومبوزيشن قبل ما البارامتر الجديد يتغير. حلو، قبل ما البارامتر يتغير تاني. طيب if a parameter does change before recomposition finishes، لو البارامتر اتغير قبل ما الريكومبوزيشن يخلص، الكومبوز ممكن يعمل كانسل، يلغي الريكومبوزيشن. حلو، وريستارت ات، ويعيد تشغيله تاني with the new parameter، بالبارامتر الجديد.
when recomposition is cancelled او لما بيلغي او بيحصل cancellation للrecomposition الcompose discards the UI tree from the recomposition. يعني بيتجاهل ال UI tree من ان يحصل لها اعادة تركيب تاني. If you have any side effects لو عندك اي اثار جانبية that depend on the UI معتمدة على ال UI اللي معروض السايد افكت ويل بي ابلايد ايفن هتطبق حتى لو الكومبوزيشن حصل له كانسليشن. حلو. This can lead to inconsistent app state يعني هيخلي الستيت بتاعت الابلكيشن غير متناسقه. حلو. طيب ensure that اتاكد ان كل الكومبوزبل فانكشنز واللامداز ار idempotent and side effect free خاليه من كل الاثار الجانبيه to handle optimistic recomposition عشان تحقق ال recomposition يبقى optimistic. طيب اخر جزء في ال thinking in compose composable functions might run quite frequently in some cases في بعض الحالات الكومبوزابل فانكشن might run for every frame of a UI animation. If the function performs expensive operations لو بتنفذ عمليات تقيلة زي ان هي بتقرا من device storage البيانات اللي او الملفات اللي موجودة على جهازك the function can cause UI jank يعني هتخلي ال UI بشكل غير مرغوب فيه. على سبيل المثال if your widget tried لو الويدجت بتاعتك بتحاول ان هي تقرا حاجه من السيتنج الاعدادات بتاعت جهازك it could potentially read those settings hundreds of times a second ممكن تقرا الحاجات دي 100 مره في الثانيه with disastrous effects on your app's performance. طبعا ده هيؤدي لأداء سيء جدا في الابليكيشن بتاعك. If your composable functions function needs data لو الcomposable function محتاجة بيانات it should define parameter for the data المفروض تعرف parameter للداتا دي. You can then move expensive work another thread فهتحول الwork ده لthread تاني بره الcomposition and pause the data وهتبصي البيانات دي للcompose عشان تستخدم الميوتابل ستيت او اللايف داتا. وده كان مقال عن بيتكلم عن thinking in compose بيشرح المفاهيم الرئيسية ازاي تفكر الكومبوز شغالة ازاي.